كتير في اللغة العربية، فهو اسم للقرآن ووصف لكل اللي بيفرق بين الحق والباطل. وعشان كده سمى الله سبحانه وتعالى غزوة بدر في سورة الأنفال بيوم الفرقان، لأن الغزوة دي واللي تمت يوم 17 رمضان في السنة الثانية للهجرة النبوية كانت أول المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، واللي فرقت ما بين الحق اللي عليه المسلمين وبين الباطل اللي تمسكت بيه قريش، وبقت كمان هي حجر الزاوية في بناء وقوة الدولة الإسلامية على جميع مستوياتها السياسية والحربية والاجتماعية وكمان الاقتصادية.